week we're conducting a week-long GSG, Guys and Sky Geeks boot camp, that's bringing together 57 of the top startups in Gaza and training them on pitches, financials, and preparing them to pitch their startup idea to an Oasis 500 investment committee for potential seed investment. بصراحة الكامب كان كثير مميز وكثير هادف بصراحة استفدنا في موضوع اللي هي البزنس موديل موضوع الفاينانشال موضوع الماركتينج احنا كيف نسوق لمشاريعنا كمان شغلة تانية أهم من هذا كله انه احنا كانت مثلا أفكارنا مثلا مقتصرة على غزة طبعا في هذا الكامب صارت على مستوى الميلا ريجون أو مستوى العالم فالأمور هذه ساعدتنا كثير احنا نوسع أفكارنا ونوسع المشاريع تبعتنا نوسع البزنس اللي احنا خشين فيه على أساس يكون في عندنا ربح أكثر واستثمار أكثر في هذا المجال استفدنا طريقة تسويق الفكر تبعتنا طرق البزنس موديل كيف نعمل المشاريع أصحاب الخبرة أعطونا كيف ليش المشاريع بتفشل ليش المشاريع بتنجح أكيد اعطانا دفعه للامام هي انه اذا كان عندنا جزء من الاحباط صراحه راح وانه الشركه ما تنجح من اول مره انه لو مثلا فشلت اول مره ثاني مره ثالث مره ممكن نضلنا نحاول وهي هيك الشركات الناجحه بالعالم. طيب والله هي المشكله الاكبر هي المعرض صراحه لانه انا كان عندي امل اشوف الناس البروفيشنال اللي في الاردن ويشوفوا اويسس اتعامل معاهم اتناقش معاهم قبل ما هم يشوفوا البرزنتيشن بتاعي عشان افهم العقليه الاستثماريه كيف بتفكر هل كيف هقدر اواجهها يعني انا فكرتي قويه وعندي عرض كويس بس مشكلتي تكمن اني انا لازم افهم الاخر لازم افهم هو كمان ايش وجهه نظره. كان في محاضرين جميلين جدا ادونا معلومات حلوه وكثير مفيده بل حسننا كمان البيتش تبعنا ساعدونا في توصيل فكرتنا بشكل اكثر ادق حددوا لنا وين نقاط الضعف والقوه اللي نركز عليها.